وليعلم أن السعادة ليست مختصة بيوم القيامة، بل السعادة أيضا في هذه الحياة الدنيا إنما تكون بهذه العبادة وبهذه التزكية. فهذه الحياة كل ما فيها عرض سيال وحال زائل وبقاء الحال من المحال، فلا بد أن يشعر الإنسان بتطورات ما فيها وتقلباته. ومن هنا فإذا شهد حال البسط فالحال الذي يليه حال القبض، وإذا شهد حال العافية فالحال الذي يليه حال البؤس، وإذا شهد السراء فالحال الذي بعدها الضراء، وهكذا دواليك أطوار الدنيا وصورها المتباينة. وإذا أحس الإنسان بهذه التقلبات لم يأنس بالدنيا نفسها، وإنما أنس بمدبرها وقيومها الذي إذا اتصل به هان عليه كل ما يجب وسهل عليه كل ما يلقى. فمن كان من أهل الإيمان والاتصال بالله سبحانه وتعالى إذا أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإذا أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وهو بذلك متصل بالله سبحانه وتعالى في كل أحيانه، فهو يعيش سعادة عجيبة يجدها بين الرجاء والخوف. ففي الرجاء يتعلق قلبه برضوان الله سبحانه وتعالى وأن يتغمده برحمته ومغفرته، وهو يذكر أن الله يناديه فيقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. وهو في حال الخوف كذلك يتذكر مقت الله وسخطه وعقوبته العاجلة، ويعلم أنه لا يمكن أن يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، فهو لا يأمن مكر الله في حال من الأحوال، ويعلم ما فرط فيه في جنب الله. فبذلك يعيش حال التوازن والاعتدال بين الرجاء والخوف. ولنذكر مثالا على ذلك: إذا قرأ المؤمن قول الله تعالى: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، يقول: الحمد لله أنا لست كذلك، فيقوى لديه جانب الرجاء، فيقرأ بعدها: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. فيقول: وأنا مع الأسف لست كذلك، فيبقى بين هذين الحالين بين الرجاء والخوف. وهكذا إذا حصلت له أي مشكلة عرف أن الأنس بالله سبحانه وتعالى والاتصال به يزيل عنه كل ذلك، فيستشعر حاجته إليه وفقره، فيذوق بذلك حلاوة الاتصال بالله. إن الذي لم يباشر الإيمان بشاشة قلبه ولم يذق طعم العبادة إذا حصلت مشكلة فانقطعت علائقه بأهل الدنيا وانقطعت عنه أسبابها وأغلقت في وجهه أبوابها، لم يستطيع العيش في هذه الحياة، بل حاول التخلص من حياته إما بمحاولة الانتحار أو بالاعتزال والانفراد، وبذلك يعيش شقاء قبل الشقاء المستمر. أما المتصل بالله الراغب فيما عنده الذي يقوي رجاءه به، فإنه إذا انقطعت عنه أسباب أهل الدنيا وأغلقت دونه أبوابهم فتحت له أبواب الصلة بالله عز وجل، فيرفع يديه ضراعة وخشوعا وتوكلا ورجاء إلى الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. وهنا يجدر بنا أن نتذكر قول المكودي رحمه الله، وهو من كبار علماء المغرب، يقول: إذا عرضت لي في زماني حاجة وقد أشكلت فيها علي المقاصد، وقفت بباب الله وقفة ضارع وقلت: إلهي إنني لك قاصد، ولست تراني واقفا عند باب من يقول فتاه سيدي اليوم راقد. ولنتذكر كذلك قول الإمام السهيلي وهو من كبار علماء الأندلس، يقول:
بجمال وجهك سيدي أتشفع ولباب جودك بالدعاء أتضرع. يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع. يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع. يا من خزائن رزقه في قولكن إمن، فإن الخير عندك أجمع. ما لي سوى فقري إليك وسيلة، فبالافتقار إليك فقري أدفع. ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن منعت فأي باب أقرع. ومن الذي أدعو وأهتف باسمه، إن كان فضلك عن فقيرك يمنع. حاشا لمجدك أن تقنط داعيا، الفضل أجزل والمواهب أوسع. ونظير هذا ما قال إبراهيم بن أدهم رحمه الله: إلهي عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك، فإن تغفر فأنت لذاك أهل، وإن تأخذ فمن نرجو سواك. ومن هنا فهو لا يئس ولا يقنط، وإذا انقطع عنه أهل الدنيا زاده ذلك تعلقا بالله وصفاء وراحة وطمأنينة، لأنه كان يستشعر أن هذه الدنيا دار أقدار متعاقبة ودار أكدار متلاطمة، فما فات الإنسان منها خير له مما أدرك، وإنما يتصرف فيها على مقتضى الأسباب، فالتوكل على الأسباب شرك وتركها معصية. يجمع بين هاتين القاعدتين: التوكل على الأسباب شرك بالله، وترك الأسباب بالكلية والاعتزال معصية لله، لأن الإنسان مكلف بأن يكون خليفة الله في الأرض، وأن يكون إيجابيا فيها وأن لا يكون سلبيا، فلا بد أن يعمل العمل، لكن مع هذا يعلم أن العمل ليس سبب الرزق ولا سبب العافية ولا سبب الراحة، بل إنما ذلك منحة ربانية، والعمل إنما هو تكليف رباني، فهو يؤدي التكليف ويتعرض للمنحة. يجمع بين هاتين الخاصيتين العظيمتين من خصائص أهل النفوس المتربية وأهل الإيمان، وإذا جمع الإنسان بينهما استطاع بذلك أن يصمد أمام كل النكبات والعقبات. إن السائر في هذا الطريق يستشعر قول أبي الطيب المتنبي: فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. وحاله حال العلامة مولود بن أحمد الجواد الشنقيطي الذي يقول: أستودع الحافظ المستودع الوالي، ديني ونفسي وإخواني وأموالي، وأسأل المتعالي أن يوفقني وأن يسدد أفعالي وأقوالي. أنا الضعيف فذاك الضعف يرحمه، ربي القوي فكان الضعف أقوالي. ما ذل ما ذل من بالله عز، وكم ذل العزيز بأعمام وأخوالي. وكم رأينا ذليلا بعد عزته، من عزه بالموالي أو بالأموال. متى تفز بموالاة الإله يدي، فعاد يا أيها المخلوق أوالي. إن الإنسان بهذا يذوق طعم التوكل على الله والاتصال به، كحال نوح عليه السلام عندما قال لمكذبيه: فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون.